هلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. طبعا في هذه التغطية المتواصلة راح نقول لنا كثير من الأمور، وهذه الفقرة خصصناها بمناسبة يوم التأسيس الموافق للثاني والعشرين من شهر فبراير. خلوني أرحب بضيفتنا اللي تلتحق بنا من استديوهاتنا في الشرقية، الدكتورة جملة المري، أستاذ مساعد في التاريخ السعودي في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. يا هلا وسهلا بك وحياك الله يا دكتورة. دكتورة جملة، يعني احنا تعودنا نحتفل بالعيد الوطني، لكن اليوم نحتفل بيوم التأسيس. خليني أتكلم عن رمزية الارتباط أو وجود هذا الشعور الوطني باحتفال يوم التأسيس واليوم الوطني. حياك الله أختي. هذا اليوم، يوم التأسيس، هو يوم العز والفخر، وله أبعاد ودلالات ومعاني جوهرية وتاريخية لمسيرة الكفاح وأمجاد وبطولات قادة الدولة السعودية على مر العصور وبما قاموا به من إنجازات عظيمة. يوم التأسيس هو تعميق وتأصيل لجذور الدولة السعودية بقيام الدولة السعودية الأولى في عهد الإمام محمد بن سعود في منتصف عام 1139 هجرية. أما بالنسبة لليوم الوطني فهو اليوم الوطني الآخر الذي نعتز فيه ونفتخر فيه، وهو اليوم اللي وحد فيه الملك عبد العزيز المملكة العربية السعودية في وأعلن توحيدها في عام 1351 هجرية. نعم. أيضا دكتورة، زي ما احنا نعرف أن الإمام محمد بن سعود أوصل الدرعية لمرحلة الاستقلال، وأيضا لم تخضع الدرعية إلى أي قوة خارجية. العوامل اللي ساعدت على هذا الشيء، أو العوامل اللي ساعدت على الاستقلال والاستقرار وعدم تدخل أي قوة خارجية. الدرعية لها رمزية، فهي تقع في موقع استراتيجي منيع يبتعد من الحدود الخارجية، أيضا تقع على وادي ضفاف وادي حنيفة وملتقى للتجار والحجاج، كما أن مدينة الدرعية لم تخضع لأي نفوذ، وذلك لحسن تعامل قادتها مع الأمراء أو الإمارات المجاورة لها، فاستطاعوا بحسن هذه السياسة أن يعلنون الانضمام للدولة السعودية. دكتورة، يعني لو نتكلم عن أبرز الصعوبات والتحديات اللي واجهت الإمام محمد بن سعود وأولاده وانتصروا عليها حتى اليوم، لو نبغى نتكلم لهذه اللحظة اللي حنا عايشين فيها، ننعم بالأمن، بالاستقرار، بكثير من الأمور تحت قيادة سيدي ومولاي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، كلميني عن هذيك التحديات، وش هي كانت، يعني إيش كانت طبيعتها؟ عاش الإمام محمد بن سعود في تلك الفترة، في كانت المنطقة تعاني من التمزق ومن الصراعات ومن التناحرات. بعد قيام الدولة السعودية الأولى استطاع الإمام محمد بن سعود أن يوفر الأمن والاستقرار ويعم الرخاء، مما أدى إلى توسع الدولة وإعلان جميع الأقاليم المجاورة الطاعة للدولة لاعتمادها على أسس وقيم دستورها الكتاب والسنة. هذه القيم والأسس هي التي قامت عليها الدولة السعودية في طورها الثاني، والدولة السعودية في عهد الملك عبد العزيز وفي وقتنا الحالي. فهذا الأمن وهذا الاستقرار هو الذي جعل هذه الدولة الكريمة تستطيع أن تنهض في جميع المجالات، من اقتصادية واجتماعية وعلمية وثقافية وفكرية، وأصبحت في مصاف الدول المتقدمة ولله الحمد. نعم. أيضا دكتورة، لو نتحدث عن أهم المصادر واللي ساهمت في الحفاظ على توارث الأجيال، هذه المعلومات التاريخية والاعتزاز فيها مثل الكتب.
هذا الاستقرار وهذا الأمن والاحتفال بمثل هذه المناسبات لتعزيز العمق التاريخي وتأصيله وارتباطنا بإرثنا وتوضيح هذه الوحدة الوطنية بين القيادة وبين الشعب هي أمور مهمة جدا لتوعية الأجيال القادمة للحفاظ على أمن بلدهم وللوصول إلى مستقبل زاهر بنهضة نعم. هذا البلد الكريم. دكتورة خلينا كذا ناخذ رمز يوم التأسيس، هذا الرمز الشعار الرائع اللي كثير ناس يعني الحين بيشوفوا يتداولوه ويستخدموه بطرق مختلفة، كلميني عن رمزية هذا الرمز، إيش الرموز اللي موجودة فيه، عن إيش يحكي؟ الرمزية لو تلاحظين موجود فيها الراية، والراية هي التي تحمل شهادة إن لله محمد رسول الله، وتحتها السيف، وهذا يدل على قوة الدولة وعلى استقرارها. أيضا تحتوي على السوق، وهذا يدل على الرخاء الاقتصادي اللي كانت تعيشه الدولة السعودية الأولى في ذلك الحين، إضافة إلى المجلس التي تنم عن الكرم والضيافة التي كانت تتمتع بها مدينة الدرعية في ذلك والدولة السعودية في ذلك الحين. أتمنى نربط المملكة العربية السعودية أيضا الصقر ممكن نكمل أكيد فصل طبعا الصوت. الصقر وتدل أيضا على اهتمام قادة تلك الدولة بهذا الموروث، أيضا النخلة وهي تدل على الاهتمام بالثراء الاقتصادي أو دليل على الثراء الاقتصادي في الدولة السعودية الأولى. نعم الدكتورة جملة المري، أستاذ مساعد في التاريخ السعودي في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، شكرا لك، شكرا جزيلا على تواجدك معنا.